بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي حديث جبريل المشهور حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أجملها في النهاية، حينما قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إنه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا أردنا أن نعرف يعني أركان وما يتعلق بهذا الدين، فلنرجع إلى هذه الأمور التي سأل عنها جبريل. سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة. فلما أخبره حينما قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، عن أماراتها. فإذا الإيمان، معرفة الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، هو داخل في الدين الذي ينبغي أن يتعلمه كل إنسان. وإن كان أشراط الساعة تدخل في مقدمات الإيمان باليوم الآخر التي هي ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل، لكنه أفردها لأهميتها كما هو يعني معلوم. فالإيمان بيوم القيامة هذا أصل من أصول الإيمان، ولا يتم إلا به. يقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نوع القرآن الكريم في أساليبه التي تهدف إلى توكيد قيام الساعة في نفوس العباد، واستعمل في ذلك عدة أساليب بيانية راقية. يقول الله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. في بعض المواضع يكون الحديث عن القيامة خبرا مجردا، كقوله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، هذا خبر. يقول تعالى أيضا ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. مرة يؤكد وقوع الساعة بقوله بإن، كقوله تعالى إن الساعة آتية، إن الساعة آتية، التوكيد بإن. مرة بإن واللام كقوله تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويقول تعالى أيضا فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. في بعض المواضع يعني يؤكد قيام الساعة بنفي أي شك أو أي ريب في وقوعها. يقول تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. في بعض الآيات يقسم الله سبحانه وتعالى على أنها آتية واقعة، مرة يقسم بنفسه عز وجل ومرة يقسم بمخلوقاته العظيمة. من إقسام الله تعالى بنفسه قوله عز وجل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. من إقسامه بالعظيم من مخلوقاته قوله تعالى والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ومنها قوله تعالى والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.
في بعض المواضع يأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مجال الحجاج والخصام بأن يقسم بربه مؤكدا وقوعها، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي بعض الآيات يخبر بأنها حق، كقول تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن تتبع طريقة القرآن الكريم في تأكيد الأخبار بها تحصل عنده يعني أنواع كثيرة، ويعني هذه الطائفة من الآيات فيها تفصيل أو فيها شيء من ذلك كما ذكرناها آنفا. من خصائص الساعة أو يوم القيامة أنها قريبة، فإن الله عز وجل أعلن لعباده في كتابه المنزل من يعني أكثر من 14 قرنا أن الساعة قد اقتربت وآن أوان وقوعها. يقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوع الساعة، وهذا ما سنفصله إن شاء الله فيما يأتي حينما نتكلم على أمارات الساعة إن شاء الله تعالى. فبما أن القرآن الساعة قد اقتربت قربا عظيما، فإن القرآن يصور أنها أتت وحضرت، مع أن الساعة حدث مستقبلي، لكن من أساليب القرآن الكريم أنه أحيانا يخبر عن الأحداث أو بعض الحوادث المقبلة في المستقبل بصيغة الماضي، وذلك ليفيد تحقق وقوعها، كأنها بالفعل قد حدثت وصارت مما يخبر عنه بصيغة الماضي، مثل قول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى في الماضي لإفادة تحقق وقوعها، والمراد أنها سوف يأتي أو اقترب جدا إتيانه. يقول العلامة الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى: ولو كان البشر يوقنون بما أنزل الله بقلب مبصر وعقل حاضر مدرك لها لهم الأمر وملك عليهم نفوسهم، ولذلك كان حالهم عجبا. الخطر قريب قريب، ومع ذلك فإنهم غافلون عن الهول الذي يكاد يطبق عليهم ويحيط بهم. يقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ولأن الناس رغم خطر هذا الحدث هم في غفلة شديدة عنه، لذلك نلاحظ في القرآن الكريم أنه يكثر التحذير، تحذير العباد وتخويفهم من يوم القيامة وأمرهم بالاستعداد لها، وعبر عن هذا بأنه الغد، عبر عن القيامة بأنها غد. قال تعالى: والغد هو اليوم التالي لليوم الذي تعيش أنت فيه. يقول تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، المقصود ليوم القيامة، فهذا أيضا ليفيد شدة قربها كأنها هي اليوم التالي مباشرة في حياتك. قد يقال: كيف يكون قريبا بعدما مضى على الإخبار بقرب وقوعه 1400 عام؟ أكثر من 1400 عام مضوا على نزول هذه الآيات تخبر بأن الساعة قريبة وأنها وشيكة، وتعبر عنها بأساليب شتى تفيد هذا القرب وتحقق هذا الوقوع. فالجواب أنها قريبة في علم الله عز وجل وتقديره. فمسألة القرب هنا هي مسألة نسبية، وهذا ما سنفصله بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد. فالقرب هو قرب نسبي، وهي يعني في علم الله وتقديره هي قريبة، لكن المقاييس البشرية ترى هذا اليوم بعيدا. يقول الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن هذا بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى هي قريبة، أما المقاييس البشرية فإنها تراها يعني قريبة. ومسألة عمر الدنيا هي مسألة نسبية،
يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أشراط الساعة التي وقعت. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فمن أشراط الساعة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قضية أنت ما تقارن بقى الوقت منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وتقارنه بعمر الدنيا ستحس بأن ما بقي هذا فعلا إيه قريب جدا. دي مسألة نسبية بالنسبة لكل عمر الدنيا كما سنفصل إن شاء الله تعالى. أنت مثلا إذا كان لك عند شخص دين، لك مال عند شخص قد أقرضته إياه وأعطيته أجلا طويلا في السداد، قل له تسدده بعد 50 سنة مثلا، واضح؟ فإذا انقضى من 50 سنة 45 سنة، في هذه الحالة يكون موعد السداد قد اقترب بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب. فلو هو أجل الدين 50 سنة وعد منهم 45 سنة، يبقى الخمس سنين دي إيه؟ قريبة جدا بالنسبة لإيه؟ لما مضى من الأجل. ومن ثم فإن الأحاديث النبوية الشريفة أشارت إلى هذه الحقيقة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. هذه مدة الأمة المحمدية بالنسبة للأمم التي قبلنا. وفي لفظ: إنما بقاؤكم فيما سلف، يعني بالنسبة لما مضى قبلكم من الأمم، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إن الحديث يمثل الوجود الإنسانية بيوم من أيام الدنيا، ابتدأ وجود الأمة الإسلامية فيه عند العصر، فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر، يعني ما مضى من هذا النسبة، يعني الفجر، الوقت من الفجر إلى العصر، أما ما تبقى فهو من العصر إلى المغرب. فإذا هذا هو ما تبقى من عمر الدنيا بالنسبة لكل هذا اليوم. ولا شك أن هذه النصوص صريحة في أننا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأمم وجودا، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، ونهاية وجود الأمة المحمدية إنما يتحقق بقيام الساعة، فلا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه فيمدهما، بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي لفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى، وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا. ما معنى ذلك؟ المعنى أننا لو قدرنا عمر الزمن بالإصبع الوسطى فإن ما بقي من هذا الزمن عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة، مقدار الفارق بين يعني هذين الإصبعين، يبقى ده عمر الدنيا كله وهذا ما مضى منه، والجزء الفرق بين طول الإصبعين هو نسبة ما مضى بالنسبة إلى يعني ما مضى من عمر الدنيا. فما مضى بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى في حس البشر الباقي قد يكون طويلا. لماذا؟ لأن إدراكهم محدود ونظرتهم قاصرة، لكنه في ميزان الله عز وجل قريب وقصير. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ويقول تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أي انقطاع، وولت حذاء مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. يعني الإنسان إذا شرب ما في الإناء وبقي فيه أشياء يسيرة في قاعدة الإناء أو الزجاجة، هذا هو ما بقي من الدنيا. إن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانقطاع، وولت حذاء مسرعة،
ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم. وهذا انفرد به مسلم. الساعة لها وقت محدد، وهذا الوقت مما لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا كنت تكلمت في كتاب اللي اسمه فقه أشراط الساعة بالتفصيل عن عما يتعلق بأشراط الساعة إن شاء الله تعالى، يعني بين وقت وآخر نفصل من هذا الكتاب فيما يتعلق بمتى وقت الساعة. الله سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وقال سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقول الله تبارك وتعالى قل إنما علمها عند ربي، وقوله إلى ربك منتهاها، فيه إذان بأن ما هو من شأن الرب لا يكون للعبد، فهذه من خصائص الرب عز وجل الانفراد بعلم متى الساعة. فحينما يقول الله عز وجل قل إنما حصر علمها عند ربي وقوله إلى ربك منتهاها، كل هذا يفيد أن ما هو من شأن الرب عز وجل لا يكون للعبد، فهو تعالى يعني جعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم منذرا ومبشرا، لا للإخبار عن الغيوب بأعيانها وأوقاتها، فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو منذر، إنما أنت منذر من يخشى، منذر، انظر كلمة إنما، إنما أنت يعني حصر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنذار، إنما أنت منذر من يخشاه. لكن ليس من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف متى وقت الساعة بالتحديد، والإنذار إنما يناط بالإعلام بالساعة وأهوالها. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشارك الله فيها عز وجل لا هو ولا غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هي الإنذار، والإنذار يناط بالإعلام بالساعة وأهوال. معنى الإنذار أنه يشرح لنا أشراط الساعة، أحداث يوم القيامة، البعث والنشور، تفاصيل يوم القيامة، تفاصيل الجنة والنار. فالتفصيل في يعني عن الساعة وعن أهوالها والنار وسلاسلها وأغلالها ولا تتم الفائدة منه إلا بإبهام وقتها، يعني لا يكون الإنذار مفيدا ونافعا للبشرية إلا إذا كان وقت وقوع الساعة مبهما، مبهما ليخشى أهل كل زمن إتيانها فيه. والإعلام بوقت إتيانها وتحديد تاريخها ينافي هذه الفائدة، بل فيه مفاسد أخرى. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أن الساعة تأتي بعد مثلا 2000 سنة من يومنا هذا، والفين سنة في تاريخ العالم بل آلاف السنين تعد أجلا قريبا، لرأينا المكذبين يستهزئون بهذا الخبر ويلحون في تكذيبه، والمرتابين يزدادون شكا وارتيابا، حتى إذا ما قرب الأجل وقع المؤمنون في رعب عظيم ينغص عليهم حياتهم، اليقين بأن خلاص فاضل مثلا شهر على قيام الساعة أو أسبوع أو أيام، كيف سيعيش المؤمنون في هذه الأيام؟ لا شك أن هذا سوف ينغص عليهم حياتهم ويوقع الشلل في أعضائهم والتشنج في أعصابهم، حتى لا يستطيعون عملا ولا يسيغون طعاما ولا شرابا، ومنهم من يخرج من ماله وما يملكه، في حين يكون الكافرون آمنين وهم يسخرون من المؤمنين. فالحكمة البالغة إذن هي في إيهام أمر الساعة للعالم، وكذا أيضا إيهام
وقت الساعة المختص بأفراد الناس أو بالأمم والأجيال، وجعل ذلك كله من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه. فلأن في الساعة قد يقول واحد يمكن الساعة تكون بس مثلا بعد 1,000,000 سنة، بعد 50,000 سنة، بعد كذا، هل معنى ذلك أنه سوف يعني لا يبالي بالساعة؟ لا، احنا دائما لما نقول كلمة الساعة كما سنشرح إن شاء الله، في ساعة خاصة بكل إنسان، وهذا هو ما يعنيه هو، وهي يوم موتك، ساعة موتك، هذه قيامتك أنت. ففي كل الأحوال أنت مطالب بالاستعداد بهذا اليوم، وتغييب موعد الساعة بالنسبة إليك هذا من رحمة الله بك، لأنك إذا علمته لن يهنأك عيش ولن تستطيع يعني أن تستقيم أمور الحياة. قول الله تبارك وتعالى: لا يجليها لوقاتها إلا هو، معناه لا يكشف حجاب الخفاء عنها ولا يظهرها في وقتها المحدد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا وساطة بينه وبين عباده في إظهارها ولا في الإعلام بميقاتها، وإنما الوساطة الوحيدة هي وساطة الرسل عليهم السلام في الإنذار بها، في الإنذار بها. ولذلك قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، الجواب فيما أنت من ذكرها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى لقر على الألوسي قوله: وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك، فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية، كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك. ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضا لم يبعد. وتدل الآيات على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم وقت قيامها. نعم، علم صلى الله عليه وسلم قربها على الإجمال، وأخبر الناس به أنها قريبة بصورة مجملة دون أن يفصلها. وقال أيضا صاحب المنار رحمه الله تعالى: فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم، وأن يحملهم الخوف على مراقبة الله تعالى في أعمالهم، فيلتزموا فيها الحق ويتحروا الخير ويتقوا الشرور والمعاصي، ولا يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدال والقيل والقال. وإننا نرى بعض المتأخرين قد شغلوا المسلمين عن ذلك ببحث افتجره بعض الغلاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق طول عمره لا يعلم متى تقوم الساعة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة معينة فعلا ما كان يعلم موعد الساعة، فبعضهم ادعى ظلما وكذبا وافتراء أنه بعد ذلك علم متى تكون الساعة، بل زعم أن الله تعالى أطلعه على كل ما في علمه، فصار علمه كعلم ربه، أي صار ندا وشريكا لله تعالى في صفة العلم المحيط بالغيوب التي لا نهاية لها. ومن أصول التوحيد أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفة من صفاته، والرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله لا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله تعالى إليه لأداء وظيفة التبليغ. ولكن الغلاء يرون من التقصير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه وإلهه. ناقشنا ذلك مرارا وبينا أن أعظم ما يمدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبودية، العبودية لله، غاية الذل وغاية الحب لله عز وجل. فهذا هو من أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتدي بالقرآن الكريم، فإن الله عز وجل وصف النبي بالعبودية في أشرف أحواله، أشرف مقاماته وصفه بالعبودية، هذا هو فخر النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهكذا كما فصلنا ذلك من قبل. فأعظم مدح يمدح به رسول الله
صلى الله عليه وسلم هو أنه أمعن وهو بذلك صار أفضل خلق الله عز وجل وصار سيد الأولين والآخرين لأنه أمعن في تحقيق العبودية بكل أركانها غاية الحب عز وجل وغاية الذل والخضوع لله. لأن بعض الناس تتصور أنهم لا يمدحون رسول الله عليه السلام ولا يعطونه حق قدره إلا بالغلو في صفاته حتى تضاهي صفات الله. فهذا البصيري يقول في قصيدته في مدح الرسول عليه السلام معاذ الله يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل يرضى بهذا رسول الله عليه السلام؟ واضح. أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. يقول شوقي أيضا إيه وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. فإذا هذا من الغلو، الغلو في المدح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إما لا تطروني بمعنى هذا نهي مطلق عن المدح أو يراد بالإطراء هنا المبالغة في المدح. فإذا يعني الغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم وصفته ليس مما يرضي رسول الله ولا مما يرضي الله تبارك وتعالى. فمن أراد مدحه فليمدحه كما امتدحه الله وإنك لعلى خلق عظيم. بعض الناس تريد أن تمدح الرسول عليه السلام يقول لي إيه يصفه يا حبيبي يا رسول الله يا حبيب الله، هذا تقصير لأن الحب مرتبة أقل من المرتبة الأعلى في المحبة وهي مرتبة الخلة. فبدل أن تقول يعني وصفه بحبيب الله تصف أنه خليل الله لأنه جاء في الحديث وإن الله اتخذني خليلا هذا إبراهيم خليلا، فهذا تقصير في المدح. واضح. يعني هذه القضية معروف يعني غلو كثير من الناس فيها. فامدح الرسول عليه السلام بأعظم وصف يوصف به وهو أنه رسول الله، رسول الله هذا من أعظم أوصافه بجانب وصف يعني العبودية. إذن الغلاة يرون من التقصير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أن تكون صفاته أقل من صفات ربه وإلهه وخالق الخلق أجمعين، فكذبوا كلام الله تعالى وشبهوا به بعض عبيده إرضاء لغلوهم. ومثل هذا الغلو لم يعرف عن أحد من سلف هذه الأمة. ولو أراد الله تعالى أن يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بوقت قيام الساعة بعد كل ما أنزله عليه في إخفائها، أدلة كثيرة كما ذكرنا كلها تدل على أن الله استأثر بعلم متى الساعة وأخفى هذا عن كل المخلوقين. فلو أن في وقت هي بعد كده ربنا يعلمه بوقت الساعة ويصبح علمه مساوي لعلم ربه لما أكد كل هذا التأكيد في هذه السورة وغيرها، يسألونك كأنك حفي عنها إلى آخر الآيات التي يعني ذكرنا. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها، أي أنا أي رسول عليه السلام أنا بأعلم من السائل وهو جبريل، لا أنا أعلم ولا أنت تعلم. وكان السائل جبريل متمثلا في صورة بشر، فإذا كان أعلى الملائكة منزلة وهو جبريل وأعلى البشر منزلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمان متى تكون، فحري بألا يعرف أحد غيرهما وقت وقوعها. وصرح القرآن الكريم أن وقت وقوعها من خصائص علم الله، فلذلك لم يطلع أحدا على وقت وقوعها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقاتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يقول تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. إذن علم وقت الساعة لا يعرفه إلا رب العزة
وهي تأتي بغتة، وطبعا كونها تأتي بغتة يتنافى مع كون أحد البشر يعلم وقتها. والساعة إحدى مفاتيح الغيب الخمسة التي هي من مكنونات علم الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم تلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية الكريمة. قد يتساءل البشر قائلين: ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه الساعة وتقوم فيه القيامة؟ والجواب أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس الإنسانية، فوقوعها غيبة. والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه لكنه لا يدري متى يفجأه ويحل فيه بساحه، يجعل المرء مترقبا له باستمرار، يكون في حالة يقظة وترقب لأمره متأكد أنه سوف يأتي لكن له لا يدري متى هو، فبالتالي سيبقى متيقظا مستعدا له. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه. يمكن العبارة دي تفكر بتذكرني باسم رواية، حد يعرفها؟ الرواية لها علاقة بالمجهول، نداء المجهول، مين المؤلف؟ أحمد تيمور. نداء المجهول بتكلم عن نفس المعنى، أنا فاكر أن احنا درسناها وإحنا صغار فأنا مش ناسيها عشان كده. فنداء المجهول إن الإنسان المجهول في مجهول بيناديه، ودايما هو بيلبي نداء المجهول الذي يقدره الله له. يقول الأستاذ سيد قطب: المجهول يعني يكون إن حياة الإنسان يبقى فيها شيء دايما مجهول. المجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه. ولو كان كل شيء مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم، فوراء المجهول يجرون فيحذرون ويأملون ويجربون ويتعلمون، ويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات الكون من حولهم. وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشرود، فهم لا يدرون متى تأتي الساعة، فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم، ذلك لمن صحت فطرته واستقام. فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل فيسقط ومصيره إلى الردى. إذن كما يعني أشار هنا، هناك حكمة في تقديم أشراط الساعة قبل الساعة نفسها ودلالة الناس عليها، كما في الحديث: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. وفي رواية: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. يقول الحافظ ابن حجر: والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين. يعني هذا مما استأثر الله بعلمه متى تكون الساعة، لكن ليشبع نزوع الإنسان أو حب الفضول أو غريزة حب الاستطلاع في معرفة المجهول، من أجل ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفطرة، فمن ثم أخبرنا عن شيء بديل: الساعة لا يوجد أمل أن يعرف أحد متى هي متى، ولكن يمكن أن يخبرنا بإيه؟ بأشراطها. ولذلك قال: ولكن سأحدثك عن يعني أشراطها. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. ونقل القرطبي عن العلماء قولهم: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها. يبقى في حكمة من إخفاء موعد الساعة، وفي حكمة من كشف تفاصيل أمارات الساعة. ما هي الحكمة؟ هي تنبيه الناس عن رقدتهم
رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها، والله تعالى أعلم. وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها. هنا سؤال يتعلق باشتغال الناس كثيرا بتحديد وقت الساعة. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى: تساءل الناس عن وقت الساعة كثيرا ووجهوا أسئلتهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الجواب من منزل الكتاب عز وجل: إن الساعة غيب، ومعرفة الزمن الذي تقع فيه من خصائص علم الله. يسألك الناس عن الساعة، هذا يدل أن الصحابة كانوا حريصين على ذلك، كانوا يسألونه كثيرا: متى تكون الساعة؟ يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، هذا ليس من شأنك، إلى ربك أي فقط منتهاها، إنما أنت فقط إيه؟ منذر من يخشاها. إن هذا العلم لم يطلع الله عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالبحث في هذا الأمر والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينه تقول على الله بغير علم، والخائضون في ذلك مخالفون للمنهج القرآني النبوي الذي وجه الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع. إذن هذا يعني فضول يعني في غير موضعه أن الإنسان يتكلم في هذه القضية. فالذي ركز عليه القرآن هو دعوة الناس إلى الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح. والذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنه يمكنهم أن يعلموا ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام، وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن نقول لهم: ينبغي أن يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأئمة هذه الأمة على مدار التاريخ. ولو كان في معرفة وقت الساعة صلاح وخير للبشر لأخبر الله به البشر، ولكنه حجب ذلك عنهم وفي ذلك صلاحهم. وينبغي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين، فبعض السابقين خاض في هذا الأمر وحدد للساعة أو بعض أشراطها القريبة من وقوعها أجلا، كما سنرى ما نسمي بظاهرة العبث بأشراط الساعة. العبث لماذا؟ لأن هؤلاء الناس كأنهم يعني يعلمون علما أخفاه الله عن الرسول عليه السلام وعن جبريل بل عن الخلق كله، لكن الفضول والتطفل جعلهم يهدرون طاقتهم في الإخبار بهذه الأشياء، ثم يكشف الله زيفة الله عز وجل يكسف سيف زيف أوهامهم كما سنفصل إن شاء الله تعالى. خاض بعض السابقين في هذا الأمر وحدد للساعة أو لبعض أشراطها القريبة من وقوعها أجلا، وجاء الأجل الذي ضربه ولم يحدث شيء من ذلك، لا الساعة ولا أشراطها المحددة. فمن هؤلاء الطبري رحمه الله تعالى وغفر له، فإنه استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا يكون بعد 500 عام من البعثة المحمدية، 500 سنة، وها هو قد مر أكثر من يعني 900 عام على الأجل الذي ضربه ولم يصدق ظنه رحمه الله تعالى. من هؤلاء العلامة السيوطي رحمه الله تعالى، فإنه استظهر في جزء سماه الكشف أن الساعة ستقوم على رأس 105 بعد 1000 من البعثة النبوية. وعلى ذلك يعني لو هي سنة إيه 1500، إحنا بكذا 1434 أو 1434 خلاص يعني الموضوع قرب، مع أن كثيرا من الآيات الصغرى لم يقع بعد، أما الكبرى فلم يقع منها تقريبا
شيء. من ذلك أيضا الإمام السهيلي جمع الحروف المقطعة في أوائل السور وحذف المكرر منها وأخذ عددها بحساب الجمل، وطريقة حساب الجمل هذه طريقة يهودية كما هو معلوم، وحدد بناء على ذلك أجلا لا يبلغ بضع مئات من السنين. وسوف يعني تترون العجب من جرأة بعض الناس خاصة في هذا العصر على هذا الباب، ويحكي تفاصيل عجيبة جدا، وكل ما يظهر شخص معين يقولون فلان ده هو المقصود به بالحديث الفلاني، كل حديث نفسه ضعيف أو إسرائيليات أو نحو ذلك كما سنفصل إن شاء الله تعالى. تقول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه، وإنما هي ظنون وتخرصات. وآخر ما اطلعت عليه في ذلك ما كتبه دكتور بهائي مدعيا أن الساعة ستقع في عام 1710، وقد زعم أنه استقى ذلك من الأرقام العددية للحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم. وهذا النهج ثبت خطأه، واعتمد بعض من سبق على هذا النهج وحددوا أجلا غير أجله، يعني هو يقولوا بيعتمدوا على حساب الجمل والحروف المقطعة وأخطأوا من قبل، فهو نفس الشيء، فوافقوه في المنهج وخالفوه في تحديد الأجل وثبت كذب ما ذهبوا إليه. تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للذين بحثوا في هذا الأمر وخاضوا فيه وحددوا في ذلك أجلا، قال رحمه الله: ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنظم في معرفة الأعظم، وذكر فيه 10 دلالات بين فيها وقتها والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم، والذي تكلم عنه في عنقاء مغرب. عنقاء مغرب كتاب لإيه؟ لابن عربي. وأمثال هؤلاء فإنهم وإن كان لديهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون. وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم، لكن هم يدعون الإيه؟ الكشف، إنهم عندهم كشف ومعرفة يعني الأسرار. قال الله تعالى: قل إنما، طبعا هذه الآية على سبيل التدرج من الأدنى إلى الأعلى، الذنوب من الأدنى الأقل إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني أن تقولوا على الله ما تقول أشد من الإيه؟ من الشرك. ولا شك أن دعوى معرفة وقتها المحدد قول على الله تعالى بغير علم. فيما يتعلق ببعض أشراط الساعة نلفت النظر أيضا إلى أن يعني بعض الناس توجد أشراط الساعة أحيانا فهم يفهمونها بطريقة خاطئة أو يعني يسلكون مسالك منحرفة في التعامل معها. فالبعض مثلا يرى أن المخرج هو إيه؟ أن يكذب ببعض هذه الأشراط. مثال الواضح جدا موضوع الإيمان بخبر المهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حاكم عادل ليس أكثر، حاكم عادل رجل عادي جدا من البشر له صفات معينة، وهذا ليس ببدع من القول، فإن الله سبحانه فإن الرسول عليه السلام أخبر عن بعض الأشخاص بأسمائهم في باب الخير وعن البعض الآخر في باب الشر، يعني مثلا المسيح الدجال في باب الشر أخبرنا عن تفاصيل ما يقع من فتنته، فهذا في جانب الشر وهو واقع لا محالة. في جانب الخير مثلا أخبر عن أويس القرني رجل من التابعين وذكر صفات دقيقة جدا لأويس القرني فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهدي ليس عند أهل السنة ليس أكثر من حاكم عادل له صفات معينة، اسمه محمد ابن عبد الله وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا وظلما، بس مش أكثر من كده. حاكم عادل من خلفاء الراشدين أو الأئمة المهديين، هذا هو المهدي كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد بدون أي مبالغة. ما فيش بقى كلام بتاع الشيعة في مهديهم الموهوم الذي لم يولد أصلا والخرافات التي يعني افتروها وغلوا فيها. من ضمن الانحراف مثلا في تعامل مع بعض أشراط الساعة موقف بعض الناس من الاعتقاد بخروج المهدي، فهم يقولون ان احنا كل شيء يتوقف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
والجهاد ونحو ذلك، حتى بعضهم يسقط التكاليف، مفيش صلاة ولا عبادة ولا حاجة لحد ما يخرج الايه يعني المهدي حتى يغير وجه العالم. ف يعني مثل هذه العقيدة ترتب عليها فتن كثيرة جدا من الناس طبقوها بطريقة غلط، فبالتالي بعض الناس قالت نريح بقى يعني نفوسنا من هذه المشاكل ونكذب بموضوع المهدي، ولا يشعرون بأن في ذلك خطرا عظيما، حيث يردون خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. مثلا عقيدة القضاء والقدر، بعض الناس تسيء فهمها سواء جبرية أو قدرية، يعني إفراط أو تفريط، غلو أو جفاء، فهل هذا يعد مسوغا أن احنا نقول خلاص ده من الموضوع ده الناس بتغلط في فهمه، ننكر القضاء والقدر كيف وهو أحد أركان الإيمان الستة؟ الحقيقة أن الإخبار بأشارات الساعة يفيد جدا، لأن بعض أشارات الساعة الرسول عليه السلام دلنا على المخرج من هذه الفتنة إذا وقعت. مثلا أخبرنا أن من سمع بالدجال فلينأ عنه، اللي يسمع عن الدجال يهرب منه، يخرج إلى مكان بعيد ولا سيما مكة أو المدينة، لأنه لا يتمكن من دخول مكة أو المدينة. فهذه نصيحة عظيمة جدا، أنه إذا وقعت هذه الفتنة فالإنسان لا يثق بنفسه ولا يغتر في قدرته على الصمود ولا يعرض نفسه للفتنة، فيهرب من الدجال. من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عنه ويهرب من فتنته. مثلا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن نهر الفرات سينحسر عن جبل من ذهب والناس سوف يقتتلون عليه قتالا عظيما، فهذه الفتنة حصننا ضدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر من حضر من المسلمين انحسار الفرات عن جبل من ذهب ألا يأخذ منه شيئا، ألا يأخذ منه. إذن هذه هي فوائد الإيمان بالنصوص الواردة في أشراط الساعة، أنها تبين لنا الموقف الصحيح من هذه يعني الفتن. فالإيمان بأشراط الساعة من ضمن فوائده أنه يحفز على الاجتهاد في الأخذ بأسباب النجاة واستفراغ الوسع في الاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة والسعي لتمكين دين الله في الأرض، بخلاف الناس اللي تتكئ على أشراط الساعة لكي تتوقف عن السعي وعن العمل وعن الجهاد بحجة انتظار المهدي أو نزول المسيح عليه السلام، تماما كما يحصل من الكسالى الذين يتكئون على الاعتقاد في القضاء والقدر ويتخذون منها وسيلة للتواني والتقصير والاستسلام. لو تأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستة، بادروا يعني كأنك بتدخل في مسابقة، لو واحد في مسابقة جارية مثلا أو سباق سيارات أو أي شيء بيعمل إيه؟ بيبادر إن اللي جنبه ده يسبقه، واضح؟ فمعنى بادروا بالأعمال ستا يعني في أشياء تسابقوا معها، لأنها إذا أتت سوف تشلكم عن العمل، فإلحق اعمل قبل ما تأتيك شيء من هذه الأشياء. بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، لأن هذه آخر الأشراط الكبرى، إن الشمس إذا طلعت من المغرب خلاص لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خير، يقفل باب التوبة تماما. فعلى الإسلام لا يستطيع أن يستدرك ويزيد، وحتى المسلم العاصي لا يستطيع أن يتوب، خلاص انتهى، يغلق باب التوبة. الكافر إذا أسلم لا ينفعه ولا يفيده. فهذه إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خير. فمعنى الحديث بادر وسابق، تسابق مع هذا الحدث وهو طلوع الشمس من مغربها، لأن إذا طلعت لا ينفعك العمل. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدبة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. وفي رواية بادروا بالأعمال ستة، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. فمعنى بادروا بالأعمال ستة أي سابقوا ست آيات دالة على وجود القيامة، وسارعوا بالأعمال الصالحة قبل وقوعها وحلولها، فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل ولا يعتبر. قوله صلى الله عليه وسلم أو خاصة أحدكم، وفي رواية خويصة أحدكم،
خويصة تصغير خاصة الإنسان، يعني ما يخصه دون غيره. طيب إيه هو اللي يخص الإنسان دون غيره؟ الموت، القيامة الخاصة بك أنت، إلحق القيامة الخاصة بك. يعني قد يكون بقي وقت طويل على القيامة الكبرى وتكون بعيدة، لكن كن على يقين أن أنك مطالب أن تبادر أجلك، اعمل مسابقة مع الموت الذي سوف يأتيك في يوم من الأيام. ده معنى بادروا بالأعمال ستا، قال إيه؟ أو خويصة أحدكم، يعني ما يخصك أنت دون غيرك، وهو موعد موتك خاص بك دون غيرك، فإنه إذا أتى فإنه يمنعك من العمل، فلذلك بادر قبل حضور خويصتك وهي إيه؟ موعد موتك. طيب هو قال فيها وخويصة أحدكم، يعني في رواية أو خاصة أحدكم، ورواية تانية أو خويصة أحدكم، تصغير خاصة الإنسان، صغرت لاستصغارها في جنب سائر العظام، العظائم يعني، هي صغيرة بالنسبة للعظائم الكبرى من البعث والحساب والقيامة وغير ذلك. قال القاضي أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات، فإنها إذا نزلت أدهشت وأشغلت عن الأعمال، أو سد عليهم باب التوبة وقبول العمل. قال العلائي مقصود هذه الأخبار الحث على البداءة بالأعمال قبل حلول الأجال واغتنام الأوقات قبل هجوم الآفات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه. قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى تراب من دموعه، ثم أقبل علينا ثم قال أي إخواني لمثل هذا اليوم، أو لمثل اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا. وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني اقترن إخبار النبي عليه السلام بأن هذه الليلة بالذات نزل فيها قدر من الفتن، اقترن بإيه؟ بالاجتهاد في الطاعة. فبعدما أخبر بنزول الفتن من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، من يوقظ يعني من يوقظهن للصلاة وقيام الليل والتهجد لمدافعة الفتن، تعبد يقي شرور الفتن كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وبلغ حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حث المسلمين على العمل المثمر ما أمكن العمل، مدام في فرصة للعمل، إلى حد قوله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، اللي هي النخلة الصغيرة، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم، يعني من محله الذي هو جالس فيه، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. فإذا كان هذا والحياة تلفظ أنفاسها الأخيرة، فكيف إذا كان بيننا وبين الساعة آماد مجهولة لا يعلمها إلا الله تعالى؟ فهذا حث على العمل إلى آخر لحظة، مع أن النخلة علشان تبدأ تنبت أو تثمر تأخذ سنوات طويلة كما هو معلوم، والقيامة هتقوم، فأنت ما يخصك موضوع القيامة، مدام في فرصة أن تضيف إلى سجل أعمالك عملا إيجابيا بناءا فاغرسها،
مع ان مفيش امل انها تنبت، هذا لا يخصك، لكن اغتنم اللحظة الحاضرة بقطع النظر عن ماض تولى او مستقبل هو غيب. قال الشاعر: انما هذه الحياة متاع، فالجهول الغرور من يصطفيها، فالجهول المغرور من يصطفيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. وعن داود قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها. الودية هي الفسيلة الصغيرة، نخلة صغيرة. إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها، فلا تعجل أن تصلحه، فإن للناس بعد ذلك عيشا. كمل، لأن في حياة ما زالت ستكون بعد خروج يعني الدجال نفسه. وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي، وأبوه هو خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا، أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها. حلف عليه أنه لابد أن يقوم بغرس أرضه. يقول: فلقد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغرسها بيده مع أبي، يغرسها بيده مع أبي. وعن الحارث قال: كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها، تنتج يعني تلد، الفرس تلد فينحرها، ويبرر هو بينحرها بأنه يقول إيه: أنا أعيش حتى أركب هذا، أنا أعيش حتى أركب هذا. فجاءنا كتاب عمر رضي الله عنه أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا، أصلحوا ما رزقكم الله، عمر الدنيا ويعني دايما خلي فيه أمل، فإن في الأمر تنفسا. ما حدش قالك أنك أنت هتموت دلوقتي، يعني افترض أيضا أنك ستعيش، فعيش يعني معمرا وبانيا ومنتجا، ولا تقل ولا تفكر بهذه الطريقة. فإيماننا مع أن الوقت ممكن يأتي في أي وقت، الموت يأتيك بغتة، لكن هذا لا يمنع أنك لا تيأس، أنك تبني، أنك تعمل، أنك تنتج. مما لابد أن ننتبه إليه أمر مهم جدا. صحيح إحنا مش عارفين، لا ندري متى الساعة، وصحيح أن هذا غيب استأثر الله بعلمه، لكن مما لا يشك فيه أنه كلما تقدم الزمن فإننا نصير أقرب إلى الأشراط التي لما تقع، الأشراط الساعة التي لم تحدث، كالدجال أو خروج طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة أو غير ذلك من الأشراط. لا نشك أنه كلما مضى وقت فنحن نمضي خطوة أقرب إلى هذه الأشراط، وهذا يستوجب مزيدا من الحذر والاستعداد. ولعل أخطر الأشراط في الواقع هي طلوع الشمس من مغربها، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، كل الناس يؤمنون، فذلك حين لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، يعني ده إيمان اضطراري مش اختياري، أن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا طلعت الشمس من مغربها يختم على الأعمال، لا يستطيع المؤمن أن يزيد في الأعمال الصالحة، ولا المسلم العاصي أن يتوب،
ولا الكافر لا ينفعه أن يسلم، لأن الساعة إذا طلعت المغرب كل الناس يؤمنون، لكن هذا الإيمان لا قيمة له على الإطلاق. يقول: إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لا تقبل منه توبة. إذن التوبة لها أجلان، في حق الدنيا كلها لها أجل، هناك غاية لأجل التوبة في حق الدنيا، وهناك أجل للتوبة في حق كل إنسان. زي ما القيامة كده، يعني قلنا من قبل أن في الساعة أو القيامة الخاصة بكل واحد منا، وفي القيامة الخاصة بإيه؟ بالدنيا كلها. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا غاية أو أمد أو نهاية أجل التوبة في حق كل إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يغرغر يعني ما لم تبلغ روحه حلقومه، ما لم تبلغ روحه حلقومه. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا المؤمن يجب عليه أن يميز بين ما يعنيه وما لا يعنيه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من صور اشتغال المرء بما لا يعنيه أن يديم البحث، كل اللي شغله متى الساعة متى الساعة متى الساعة، مع أنه غيب استأثر الله بعلمه. فانشغل بما يعنيك. ما يعنيك هو إيه؟ الساعة الخاصة بك، خاصة أحدكم أو خويصة أحدكم، أجلك، موتك الذي لا تعلم متى هو وسوف يفجأك بدون سابق يعني إنذار. فاشتغال الإنسان بما يعنيه في هذا الباب هو أن يجتهد في الاستعداد لقيامته وساعته، والساعة الخاصة به هو يعني لحظة موته. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما سأله: يا نبي الله متى الساعة؟ لم يلتفت إلى سؤاله، وإنما أرشده إلى الاشتغال بما يعنيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ اللي يخصك في الساعة ما أعددت لها، أما متى الساعة فهذا فضول، وهذا اشتغال بما لا يعنيك ولا يخصك، واشتغال بما استأثر الله بعلمه. قال له: يا نبي الله متى الساعة؟ فقال له: ما أعددت لها. هذا هو جواب الحكيم، ما أعددت لها. إلى آخر الحديث يعني المعروف. فإذا الساعة الخاصة بنا هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة، بادروا بالأعمال ستة. ذكر منها إيه؟ خويصة أحدكم، يعني ساعته هو الخاصة به، ساعة موته. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم، أصغر واحد منهم سنا، فقال: إن يعش هذا الصبي مثلا، إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، إن عاش هذا أو إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني يموت ذلك القرن أو يموت أولئك المخاطبون. فقدر كده أكتر واحد منكم مثلا لو آخر أقصى حاجة يعيشها إيه، فهو بدل ما قبلهمش أكبر، لا ما قبلهمش يعني أكبرهم سنة، وإنما قال أصغر واحد فيهم سنة، إن يعش هذا حتى يدركه الهرم أو لم يدركه الهرم، يعني الصبي مثلا لو عنده 10 سنوات 15 سنة حتى يدركه الهرم، هنقول مثلا 100 سنة، يعني يبقى فاضل له 85 سنة أو 90 سنة، زود عليهم كمان 100 سنة، أخسر 10 سنين مثلا 20 سنة، هيعيش بس لحد 120، هتكون أكيد أنتوا الباقي قامت عليكم ساعتكم، يعني إيه؟
قد متم جميعا. فنقلهم إلى من الانشغال بالساعة الكبرى إلى الساعة بتاعتهم هم اللي يخصهم، من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء إيه؟ انشغاله بما يعنيه. فلذلك التفت عن جواب سؤالهم إلى إن أنتوا كلها كام 100 سنة، واضح هتكون إيه؟ قامت عليكم أنتم ساعتكم الخاصة بكم والتي تعنيكم. لقد قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. الموت. فلم يجعل الله تعالى لعمل المؤمن أجلا دون الموت، فما دام في المؤمن عرق ينبض بالحياة فهو مكلف بالعمل الصالح بغض النظر عما يتوقعه من أشراط الساعة. فوقت القيامة غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكن بعض الناس بتشكل عليها بعض الأحاديث، توهم أن هذه الأحاديث تحدد وقت القيامة. المشكلة أن بعض هذه الأحاديث غير صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفروض أنه لا يلتفت إليها ولا ينبغي الانشغال بالجواب عن أحاديث حتى تصحها. فلا يجوز أن تعارض بها النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة التي تدل على أن علم الساعة إلى الله سبحانه وتعالى فقط. لكن هناك أحاديث صحيحة لكن دلالتها على تحديد يوم القيامة غير صريحة. فمثلا هناك أحاديث باطلة مكذوبة مخالفة لصريح القرآن الكريم، مثل حديث مقدار الدنيا وتحديد أن الدنيا 7000 سنة ونحن في 1007. يقول ابن القيم: وهذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي من وقتنا هذا 251 سنة. يعني لما كان ابن القيم يكتب فيه هذا الكتاب كتاب المنار المنيف، والله تعالى يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. طبعا من ضمن الأحاديث الأشياء التي تدل على كذب الحديث وأنه موضوع إيه؟ أن يكذبه الحس والواقع، فقطعا الواقع يدل على كذب هذا الحديث، لأن هذه 1007 قد انقضت ومضت منذ 400 سنة وكثير من الأشراط لم يقع بعد. من ذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. أيضا إشارة إلى الساعة الخاصة بالأحياء الموجودين على سطح الكرة الأرضية، أنه بعد 100 سنة من اللحظة التي تكلم فيها الرسول عليه السلام لن يبقى من هذا الجيل بعد قرن واحد حي، هيكون إيه؟ تجدد أو تغير من على الأرض وماتوا. وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم، أي أخبروني ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد في أقواله هذه قيام الساعة. بعض الناس تقول إزاي ده حديث صحيح، لكن هل هو يدل على موعد قيام الساعة الكبرى؟ لكنه يدل على موعد قيام ساعة الذين كانوا أحياء حينما نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. فالحديث يراد به انقضاء القرن الذي هو فيه بعد 100 سنة.
أي أنه بعد 100 عام يموت كل من كان حيا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال. هذا المعنى هو الذي فقهه ابن عمر رضي الله عنه وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتى في فهم معنى هذا الحديث. فعن عبد الله بن عمر يعني لما ذكر هذا الحديث قال: فوهل الناس. وهل الناس يعني إيه؟ فزعوا وذهب فكرهم مذاهب بعيدة عن المراد، اشتطوا في فهم الحديث. فوهل الناس فيما قالت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك، فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث نحو 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم القرن. يعني هو لا يقصد ذلك قيام القيامة الكبرى، وإنما المقصود إيه؟ قيام الساعة الخاصة بالناس الأحياء في ذلك الوقت. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم أصغرهم سنا فيقول: إن يعش هذا إن يدركه الهرم حتى قامت عليكم الساعة. يعني إيه؟ أنكم ستكونون قد متتم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة، فقال: إن عمر هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: وذلك الغلام من أترابي يومئذ. ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين ساعة المخاطبين، كما فسر ذلك هشام أحد رواة الحديث الأول حينما قال: يعني موتهم، فإن ساعة كل إنسان موته. وهذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بجواب الحكيم، فإنه أرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب له، والموت قريب قريب. إذن هذا هو من هذا الحديث مما يشكل على بعض الناس ويفهمون أن المقصود بالساعة القيامة، لكن لا شك أن هذه الروايات تدل على أن المقصود قيامتهم هم أو ساعتهم هم، وهو يدل على أن إطلاق لفظ الساعة يطلق ويراد به ساعة كل إنسان أي موته، أو ساعة الدنيا كلها وهي القيامة الكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّ.